عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وسلم تسليما كثيرا مزيدا. إخواني الكرام، أعضاء الهيئة الإدارية والتدريسية، أولياء الأمور الحضور، أبنائي وبناتي الطلاب، أهلا ومرحبا بكم في هذا اليوم الجميل من أيام مدرسة النور، والذي نختتم به هذا الفصل من العام الدراسي، ونختتم به ختاما جميلا نكرم فيه فئتين من أبنائنا وبناتنا. الفئة الأولى حفظت ما تيسر من كتاب الله، الذين حملوا في صدورهم القرآن الكريم، هذا الكتاب العظيم كلام الله عز وجل، أعظم كتاب، أعظم كلام، ولا كلام بعده. الناس تترنم بالقيل والقال، وهؤلاء اختاروا أن يترنموا بخير الكلام، وهو كلام الله عز وجل. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. يقول بعض العلماء: من حفظ القرآن في صدره كأنما استدرج النبوة بين جنبيه. من حفظ القرآن في صدره كأنما استدرج النبوة بين جنبيه، يعني كأنما شابه الأنبياء الذين يوحى إليهم. فهنيئا لحافظ القرآن، ولحافظ ما تيسر من القرآن، ولمن شغل وقته بالقرآن وجعل القرآن أحد أهم المشاريع التي يقضيها ويهتم بها في حياته. ولذلك يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. يا بني، يا ولدي، يا بني ويا ابنتي، إذا صرف الله قلبك للقرآن لحفظه لقراءته، اعلم أن الله قد أراد بك خيرا، وأراد بوالديك. يوم القيامة ستلبسهما تاجا من نور، فيسألان بما هذا؟ فيقال: بأخذ ولدكما القرآن. قيل لبعض السلف: فلان يحفظ القرآن. قيل لبعض السلف: انظر إلى فلان، فلان يحفظ القرآن. قال: لا، القرآن يحفظه. أنت حينما تحفظ القرآن، القرآن يحفظك بعد ذلك. احفظ الله يحفظك. هذه الفئة الأولى التي أسأل الله أن يشرح صدورها وأن يكمل القرآن كاملا. بدأوا مع المعلمة والحمد لله قطعوا شوطا، منهم من وصل إلى جزء عما وأكثر من ذلك وأقل كبداية، يشكرون عليها. ونتمنى من البقية أن يهتموا وأن يبذلوا جهدهم وأن ينافسوهم. إذا كانت المنافسة على جنة وعلى طاعة وعلى حفظ القرآن فهي نعمة المنافسة. أما الفئة الثانية فهن جميلات النور، جميلات النور اللاتي اخترن الحجاب طواعية دون إجبار ودون إكراه من أحد، اخترنه في المدرسة. هناك محجبات من بناتنا قبل المدرسة، وهؤلاء أجرهن عظيم. لكن هؤلاء البنات الغاليات المؤنسات الجميلات اخترن الحجاب رغبة من عندهن، فكان واجبا علينا أن نشكرهن وأن نكرمهن وأن ندعو لهن بالثبات. يا ابنتي، أنت جميلة بحجابك. يا ابنتي، أنت غالية بحجابك. يا ابنتي، أنت مميزة بحجابك. أنت مميزة، وهذا الحجاب هو نور وحماية لك في الدنيا، وأجر عظيم لك ولوالديك يوم القيامة. لذلك أنا سعيد أنني اليوم أكرم بناتي، وإن شاء الله في قادم الأيام نكرم جميع بنات المسلمين. لماذا؟ أنتن تشبهتن بعائشة رضي الله تعالى عنها.
وبخديجة رضي الله تعالى عنها، وبفاطمة رضي الله تعالى عنها، بنساء النبي عليه الصلاة والسلام ونساء الصحابة، فهذا عمل عظيم. وبقية أخواتكن الطالبات حتى وإن كن صغيرات حينما يرينكم سوف يفعلون مثلكم، فاحمدوا الله وأسأل الله أن يثبتكم. وهذه هي أهم أو واحدة من أهم قيم النور، أن نغرس القيم الجميلة في نفوس أبنائنا، أن نعززها في نفوسهم، أن نحبب إليهم الفضيلة، وأن نشكرهم عليها، وأن نحثهم علينا، وأن نكمل دور الأسرة. الأسرة تبدأ ونحن نكمل، نحن لا نهدم، إنما نحن نبني، نحن نشجع، نحن نساعد. وإن شاء الله تعالى المدرسة تستمر في رسالتها التي هي مما يميزها إن شاء الله تعالى. أشكركم وأعتذر على الإطالة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.